حد بيننا جامد جدا فعلا فعلا قلت كده آه. فعلا اوف فعلا حطها عندهم فعلا 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 هقول لك فعلا دي ما لما يكون الناس اللي بتشتغل معاكي متطوعين فما يقدروا يعملوا حاجات زي كده لانك ما تقدريش تردي عليهم فاهم لا تقول لهم والله حلو قوي وهايل وكده وبتاع اه طب فعلا فعلا بصي دومينو هي اللي اكتشفت موضوع فعلا ده وبعدين كنتش متخيل هو كان قد ايه بس وهي برتولي مره في حلقه واحده فجالي صدمه من وبعدين اكتشفت ان هو انه ما تسكت يا اخي يعني صمت بدل فعلا صمت جرب تسكت فلقيت السكوت ده اقوى مليون مره ف ما انا مش بتحسن بقى بحاول اعمل كده وتخلصت من برضو مثلا اللي بين الكلمات دي مهمه قوي في بروسس